الحلقة اللي أنا فيها مش أنا. يا جماعة يعني أنا لو عارفة إن أنت هتبقي كده ما كنتش عملت معاكي الحلقة دي. ليه؟ أنت الوحيدة اللي قدرتي ترققي قلب العرافة. ما بعرفش أشوف ست مظلومة يعني لا أبداً. لا لا أنا مش مظلومة. كل ده مش مظلومة. نو 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 نو. لا 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 أنا إن شاء الله القانون هيرجع لي حقي. بس لحد ما يرجع لي حقي. أنا بتعرض لبلطجة. أنا بتعرض بتعرض لبلطجة. أنت مش مطرودة من بيتك. أي. دي كفاية. أنت مش مطرودة بالروب وطالعة بروبك. أنت معاكي حتى بنطلون ولا جاكيت تلبسيه؟ لا. ما تردي عليا. لا معايا بنطلون بتاعي والسويت شيرت. بس بعد كده كل اهلي ادوني كل حاجه انا محتاجاها. اي نعم جات لي جزم شويه كبيره عليا، وبعدين بنتي جابت لي جزم وهي مسافره فطلعوا شويه صغيرين عليا، بس يعني سو فار انا تمام. وحماد بنتي ادتني 3 بولوفرات. عايزه ليه تبقي قويه؟ عشان دي انا. اقول لك على حاجه، مع ان اللي قلتيه دغدغ المشاعر. هو ممكن يدغدغ مشاعر اي حد بس مش انا. ليه؟ انا تركيبتي كده. يمكن من كتر ما شفت حاجات كتير معاك. طبعا طبعا. خلتني بقيت ايوه. وبعدين ها. يمكن عنصر المفاجاه بس هو اللي كان ربكني. ربكني وعملني عدم اتزان شويه. لكن بعد كده انا حاطه النقط فوق الحروف كويس قوي، وعارفه انا هعمل ايه امتى وبعمل ايه دلوقتي وعملت ايه امبارح وبكره. منظمه جدا. منظمه. طيب علا، يعني انا في حاجه لفتت نظري، انه ما كانش في حد من الفنانين متعاطف معاكي ولا جه زارك. ما عندكيش حد اصحاب زمايل؟ لا عندي زمايل. ما حدش جالك؟ لا. لان ليه؟ انا كمان كنت يعني في حاله سريه كامله على مكاني فيه. بس الخبر نزل كل الناس شافوه. ما حدش كان يعرف. عملتي قبلها استغاثه على الفيسبوك؟ استغاثه. حد عارف انا كنت فين؟ ما حدش عارف انا فين. طب ما هو انت رحتي المستشفى خلاص الناس عارفه. ما حدش عارف مستشفى ايه لحد الان. محدش يعرف انا دخلت ولا حتى نقيب الفنانين. النقيب بس هو اللي عرف، لانه اتصل بيا بالتليفون وطلب انه يزورني. وطلبت منه ان الموضوع يكون سري تام. ونفذ رغبتي بالفعل. وجه وزارني واطمن عليا وخلاص. ليه زعلتي من لوسي؟ لوسي حبيبتي، ازاي ازعل منها؟ هي كانت هنا معانا في حلقه وقالت ان انت كانت بتكلمك وانت ما بترديش عليها. لا ممكن يكون ما كانش معايا، مش مسجله رقمها. وانها اديتك نصيحه انا مش عارفاها طبعا وانت ما سمعتيهاش. من زمان طبعا. كانت ايه النصيحه؟ قالت لي سيبي الراجل ده. شفتي بقى عشان ما سمعتيش كلامها. ما سمعتش كلام امي كمان. ما سمعتش كلام انتصار. ما سمعتش كلام ناس كتير حواليا.